تكمن الخطوة التالية لمنسق البلد في إعداد البيانات الوصفية القطرية في نظام أداة الرصد إن البيانات الوصفية هي معلومات قطرية أساسية عن الوضع السكاني والاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك السكان والناتج المحلي الإجمالي ومتوسط عدد الأسر تعتبر هذه المعلومات أساسية للنظام لاحتساب بعض المؤشرات العالمية وبدون هذه المعلومات لا يمكن للنظام احتساب بعض المؤشرات وستحصلون على رسالة تنذر بوقوع خطأ يمكن الحصول على غالبية هذه المعلومات بسهولة من الوزارات الحكومية والإدارات الشركة ذات الصلة مثل مكتب الإحصاءات الوطني بغية إدخال البيانات الوصفية في النظام يجب المرور فوق الغايات العالمية والنقر على إعداد تقارير عالمية يجب اختيار البيانات الوصفية من الشريط الجانبي الأيسر. حين تشرعون في إدخال البيانات، يجب التأكد من أنكم في السنة الصحيحة للإبلاغ. إذ يجب أن تعكس السنة التي تم فيها جمع البيانات لا السنة التي يتم فيها إدخال البيانات. على سبيل المثال: إن كنتم تدخلون البيانات التي تم جمعها من السنة التقويمية 2017 لدورة الابلاغ 2018 عندها يجب اختيار سنة الابلاغ 2017 ويجب الحرص على ان تكون سنة الابلاغ هي السنة الصحيحة في كل مرة تدخلون فيها الى النظام بما أن السنة المختارة قد لا يعاد ضبطها يجب أولا إدخال الاختصار الدولي الموحد لعملتكم الوطنية في الخانة هنا مثلا المنسق القطري لأستراليا قد يطبع AUD للدولار الأسترالي بينما المنسق القطري لتايلند قد يطبع THB للباهت التايلندي بعد ذلك يجب ادخال سعر الصرف ان الرقم المدخل هنا يعبر عن قيمه وحده واحده من عملتكم بالدولار الامريكي مثلا المنسق القطري لأستراليا قد يدخل نحو 0.70 هنا ، لأن 1 دولار استرالي يساوي نحو 0.70 دولار أمريكي ، الأمر سيان بالنسبة للمنسق القطري لتايلند الذي قد يدخل نحو 0.033 هنا ، لأن واحد باهت تايلندي يساوي نحو 0.033 دولار أمريكي ، بما أن أسعار صرف العملات تتفاوت يومياً سيكون لكل بلد متوسط سنوي لسعر الصرف في مقابل الدولار الامريكي والذي يمكن استخدامه يرجى التواصل مع وزاره الماليه او الخزينه لتزويدكم بهذا المعدل يمكن تجربه بعض الاسئله بعد هذا الفيديو لتوضيح الرقم الذي تم ادخاله لسعر الصرف ان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي هو الناتج الاقتصادي لدولتكم لتلك السنه باستخدام اسعار السوق الجاريه دون تعديل لمراعاه التضخم سيكون الرقم المدخل هنا رقما كليا ان كان الناتج المحلي الاجمالي المالي الاسمي لديكم لعام 2018 مثلا 11 مليار دولار امريكي يجب طبع هذا الرقم كاملاً. بدون طبع كلمة "مليار" يرجى التأكد من إدخال أرقام كلية بدون علامة عشرية. ستكون البيانات عن عدد الأسر والسكان متوفرة لدى مكتب الإحصاءات الوطني أو لدى هيئة مماثلة في دولتكم. إذا لم يتم إجراء تعداد لهذا النوع من البيانات منذ سنوات عديدة يمكن اخذ احدث نتيجة للتعداد، واضافة متوسط الزيادة السنوية للسكان لكل سنة منذ ذلك التعداد. قد يمتلك مكتب الاحصاءات الوطني هذه المعلومات ويكون قادرا على مساعدتكم في التوقعات او التقديرات المتعلقة بالسكان. يرجى التأكد من ادخال ارقام كلية بدون علامة عشرية، ان النسبة المئوية لشبكات الطرق المعبدة تعني النسبة المئوية للطرق المغطاة. او الطوب او الاسمنت او الاسفلت او اي نوع اخر من المواد بعباره اخرى هي النسبة المئوية من الطرق في دولتكم التي لا تكون طرقا رملية أو طرقا غير مغلقة تكون هذه المعلومات في عهدة وزارة الطرق والنقل والبنية التحتية أو الوزارات ذات الصلة يرجى الأخذ بالاعتبار بأن الرقم الذي تم إدخاله هنا هو نسبة مئوية وسيتراوح بين صفر ومئة بمجرد أن يقوم المنسق بإعداد البيانات الوصفية سيكون النظام قادرا على احتساب بعض المؤشرات العالميه التي ترتبط بالقيم المدخله في البيانات الوصفيه